السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتعرف على كيفية عمل انستليشن ل MySQL database. نذهب إلى هذا الرابط هو dv.mysql.com/download/files، ونحصل هنا على هذا يعني على هذه النافذة. ثم يمكن عمل لوج ان او ساين اب ثم لوج ان، لكن الآن سوف أقوم فقط ب نوتكس just start my download. كما لاحظ تم يعني عمل download للملف، فيمكن اختيار ملفين، يعني ملف يحتاج الإنترنت وملف آخر بدون يعني offline بدون إنترنت. فاخترت الذي يوجد بالإنترنت لأن حجمه أصغر، والذي إنترنت يعني يمكن عمل installation online. نضغط على الملف ثم next ثم accept term license agreement ثم نقوم بالnext. لدينا هنا typical و custom و complete، فأختار custom ثم نقوم بالضغط على next ثم الضغط على install، ويبدأ البرنامج في يعني التثبيت. النسخة التي قمت بها الآن هي MySQL Server 8.2. ربما قد تكون يعني عندما تشاهدون هذا الفيديو قد تكون نسخة يعني أحدث. أوكي، ثم الآن run MySQL configuration ثم نضغط على finish، وسيعطينا النافذة التي نقوم بعمل configuration ل MySQL server. كما لاحظت تظهر لنا هنا، لدينا هنا يعني configuration type، لدينا development computer، لدينا هذه الإعدادات TCP/IP يعني مفعلة، وكذلك لدينا البورت بروتوكول بورت. كما قلت لدينا يعني ديفلوبمنت كمبيوتر، ونترك البورت هو 3306، سوف نحتاجها لاحقا. يطلب منا كذلك عمل يعني باسورد للروت، يعني سوف نقوم بكتابة الباسورد ثم إعادة كتابة الباسورد. يعني عندما نقوم باتصال نريد الاتصال بالسيرفر سنحتاج هذا الباسورد، يعني يجب تذكر الباسورد عندما نقوم بكتابته لأن سوف نحتاجه. أوكي next، أتركه كما هو start alone next، يعني نترك مفعلة start MySQL server at system startup، ثم أترك yes كذلك ثم next. هنا لدينا simple database، يعني يمكن اختياري يعني create scale database أو create world database. الآن سوف أقوم ب يعني مثلا اختيار هذه تفعيل simple database، يعني سوف تكون لدينا example. وهنا يعني سوف نقوم ب execute ويبدأ الآن was successful. هنا configuration complete ثم نضغط على finish. الآن سوف نحتاج إلى ال MySQL workbench، من خلالها نقوم بعمل execution ل يعني التعامل مع الداتابيز. نكتب فقط في MySQL Workbench download، ويعني ندخل إلى نفس الموقع ثم نقوم بعمل download. كذلك يوجد لدينا ملفين، ملف يحتاج إنترنت وملف يعني هنا كما نلاحظ go to download page. أنا نختار الفيرشن التي نريد، وكذلك select operation system لدي الويندوز. كما نلاحظ لدينا هنا ملفين، ملف يعني صغير يحتاج الانترنت وملف يعني اوفلاين، فنحتاج الاونلاين يعني فقط 2.1 ميجا. هنا نضغط فقط على just start my download. كما نلاحظ تم تحميل يعني السيت اب. عند انتهاء نضغط على السيت اب ويبدا الانستليشن MySQL installer. هنا يمكن اختيار نوع السيت اب، هنا سيرفر اونلي، كلاينت اونلي، ولا فول او لا كاستم.
هنا أحتاج فقط كاستم، ثم أختار الـ يعني السيرفر، لأن سوف نحتاج السيرفر، ونختار الفيرسيون والنسخة، ثم نختارها في product to be installed. كذلك workbench لما يهمني هو workbench الآن، نختار الفيرسيون أو النسخة، ثم نحددها لكي تكون في product to be installed. نضغط على السهم اليمين، ثم documentation لدينا sample and example. مثلا ممكن اختيار sample example، يعني تكون مع يعني يتم تثبيتها يعني كأمثلة. اوكي، ثم نضغط على next. يعني ثلاث ملفات التي سوف تحمل الآن online. عند الانتهاء من 100% سوف يبدأ execution، يعني نقوم بالضغط على execution لعمل installation لهذه الملفات. الآن كما نلاحظ ready to install execute، يبدأ الآن عمل installation. الآن تم انتهاء من installation next. هنا يمكن simple and example configuration، نعمل next. MySQL is not compatible server، we found هذه الأمثلة، سوف أضغط على OK. هنا يمكن كتابة اليوزر نيم والباسورد، ليس لدي الآن أي، سوف أقوم بإلغائها، ثم يعني يمكن عملها لاحقا. الآن نقوم كما لاحظ installation finish، والآن تم انتهاء من installation workbench و MySQL. الآن سوف كما لاحظ سوف تشتغل الآن. الآن هنا سوف نذهب إلى local instance MySQL root، كما نلاحظ لدينا هنا root ولدينا local host 3306، ضغط عليها، وهنا يطلب منا الباسورد الذي أدخلناه عند قمنا بعمل installation. ندخل هذا الباسورد، ثم نضغط على ممكن عمل save password in vault، ثم بعد ذلك الضغط على OK، وبذلك تم فتح كما نلاحظ. ونستكمل في الفيديو القادم بإنشاء أول database.